دارنا خويا هاد الوقفه لاننا حنا محتاجين، ما بغيناش باقي حنا ما مستعدين، ماشي ما مستعدينش للامتحان 100%، ولكن حنا كيفاش كيف يعقل ان طالب علم غادي وحنا موادنا مواد شرعيه، مواد تستلزم الحفظ، يعني كيفاش خصنا والفهم والبحث، وعندنا بزاف المراجع كيطالبونا اننا نقراو المراجع، كيفاش حنا غنقراو هاد المراجع وامتى بداو معانا؟ بداو معانا حتى شهر 12، يعني واش حنا فصل كامل ناخذوه في شهرين ونتمتحنوا فيه دابا؟ وهذا الشيء بدون تواصل الا القليل وبدون شرح، كاينين مواد اللي ما شفناش الاساتذه ديالهم ولحد اليوم، وغير اش كيديروا لينا؟ كيلوحوا لينا بوليكوب، كاين بعض المرات كناخذوا ثلاثه البوليكوب في النهار، كيفاش حنا غادي ناخذوا هاد وهاد الكم الهائل ديال الدروس بدون شرح، حنا بدون تواصل، كيفاش حنا غادي نقدروا على هذا الشيء كامل؟ حنا اليوم ماشي كنطالبوا، حنا قلنا لهم ينقصوا علينا، ما نقصوش شي نقيص، كاينين شي اساتذه نهائيا ما نقصوا علينا حتى شي حاجه، يعني كيقول لك سيري منك البحر عومي فيه، ولكن وهذا الشيء كامل حنا ما كنقولوا حتى شي حاجه، حنا اليوم كنطالبوهم ياجلوا لنا الامتحان، لان الكليه الوحيده اللي ما تاجلش لها الامتحان، الكليه الوحيده اللي غادا تمتحن، والناس كلهم باقيين كاع ما غادي يتمتحنوا، ايوا هذا الشيء راه لا يعقل، لا يعقل، نطالب بتاجيل الامتحان، نطالب بتاجيل الامتحان على الاقل اسبوعين، على الاقل، هذا الشيء اللي كنطالبوا به. متواجد هنا من اجل عرضي كما سبق قلت، من اجل عرضي وقائع وليس من اجل شكاوى ونديروا فوضى. نحن نطالب بتاجيل امتحانات حق مشروع، حق مشروع، يعني ضاقت واستحكمت حلقاتها بالنسبه لنا، كثرت المحاضرات بدون شرح بدون تواصل، بدات المحاضرات معطله، بدات الدراسه معطله، وامتحانات كنظن اقرب كليه اللي دايره امتحانات في الويت. طالبنا ما كنطالبوا غير بالتاجيل فقط، لا شيء غير، ما ينقصونا ما يديرونا غير ياجلوا لنا امتحانات، كنطالبوا بالتاجيل مده اسبوعين على الاقل، على الاقل حتى يتمكن الطالب من استيعاب المحاور المواد اللي تعطاته، ما فاهمين والو، محاضرات جديده علينا، مواد جديده علينا، ونجيو ندوزوا امتحان، كاين بعض المرات خاصنا نفكوا التلاميذ ديال بعض الالفاظ عاد نفهموا، وهذا كنبذلوا جهد جهيد، ما يمكنش، خاصنا لابد من حل، كنطالبوا فقط اننا تؤجل الامتحانات، هذا حقنا ولا غير، والسلام عليكم، نتمنى اننا نجد اذن صاغيه.